بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت عن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدار يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حرصي قد أذنتنا، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله،
صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختارك الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذني رسول الله بطرفي الكساء وأوغى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمه ويحزنني ما يحزنه، أنا حرم إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا
شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي يتأذني أن أحبف إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله عز وجل: نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك من تحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مرضية ولا أرضا مدحية ولا قمرا مديرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحينا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبر هذا في محفل محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونبلغ عليهم الرحمة وحفت بهم هذه الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانسا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله هما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.